المقابله كاس المستوى الحمد لله اللاعبيه كانوا مزيونين، والمقابله مع تشيلي ماشي سهله، علاش تشيلي كيبو كبير تاهو وتاهو مؤهل مونديال، والحمد لله تفرجنا المقابله كاس المستوى. شكرا، نتمنى المقابله مع السيبيا تكون حتى نتيجه مزيانه ان شاء الله يا رب. بهذه التشكيله زعما الركراكي تحياتي له، ولد كاستيخو ولد البليده تبارك الله عليه، فاجأ المغاربه. يعني هاد المدرب راه وقع واحد التصالح ما بين الجمهور المغربي وكرة القدم. هنيئا لنا وهنيئا بالمنتخب الجديد ان شاء الله. ان شاء الله متعونا صراحة بهذا اللقاء هذا، وهذه هي الفرقة اللي بغينا نحن تبقى ان شاء الله، ورا المغرب ان شاء الله بهذه الفرقة هذا نقدروا نوصلوا بعيد، ومتعوا الجمهور المغربي كافة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. وشكرا الركراكي، التشكيلة ديال الركراكي أول مرة نشوف تشكيلة حقيقية اللي غادي المنتخب يقدر يزيد بها لقدام. وان شاء الله نطلبوا لهم التوفيق ونطلبوا جميع المغاربه ان شاء الله يفرحونا كيما اليوم. فرحونا بزاف الحمد لله، فرحونا متسعونا. وليد الركراكي بين على راس واحد المدرب كبير اللي يستحق يقود الاسود ان شاء الله، وهذا الشيء كيفرح. وانا اللي عجبني بزاف الجاليه ديالنا في اسبانيا وفي اوروبا كامله هي يعني استمتعت بهذه المباراه كبيره، وان شاء الله في المونديال غيكون واحد الاداء كبير للمنتخب الوطني المغربي. وهنيئا لنا كمغاربه كاملين، فرحنا بزاف صراحه. برافو برافو، شابو وليد الركراكي وشابو الاسود. كجمهور طنجة واتحاد طنجة، منتخب اليوم عجبنا بزاف، اداء جيد. الركراكي عمل المباراه ماشي عاديه عملها، ماشي عاديه، دراري مزيونين، كنتمناهم ان شاء الله في المونديال يعملوا شي اداء جيد، شي اداء جيد اللي نفرحوا به وفرحوا الجمهور كامل والمغاربه كامله من طنجه للقويره. تحيه هيركوليس وتحيه المنتخب. كجمهور مدينه طنجه اليوم كان عندنا واحد عرس كروي اكثر من رائع الحمد لله، لا بالمدرب ولا بالطاقم ولا باللعابه، فوجهم باين الحمد لله. كتشوف اللعابه لاعبين وباغي شي حاجه اكثر من الانتصار، هذا هو الفرحه ديالنا. اللي لاعب واللي ما لاعبش بحال هادشي. يعني هذا تفاؤل كبير منتخب في كاس العالم. احنا لعبنا مع امريكا اللاتينيه كيلعبوا قويين، هنا في كيبان المردود ديال اللاعبين بان عندهم القوه خصهم يبينوها في الملعب، هذا هو الربح. كان مدرب اخر كان زامتنا وكل شيء معصب وكانوا المشاكل، الحمد لله بعد العسر يسر وربي جاب لنا الفرج. وبرافو برافو السي برافو السي وليد الركراكي المدرب الجميل المحبوب، هذا هو الفرح ديالنا كلاعب كمدرب. شكرا بزاف. نلاحظ اليوم كان هنيئا للمنتخب الوطني اليوم اللي هو كان واحد التغير كبير بزاف في المنتخب الوطني. كان حي المدرب وليد الركراكي على هذه الروح الرياضيه اللي عطى واحد يعني انسجام بين اللاعبين وكيعرف يبلغ. يعني اليوم كانت فرحه كبيره، فرحه للمنتخب المغربي هنا في مقهى الروكسي بمدينه طنجه بين الاحباب، فرحه كبيره. وحنا كجاليه مغربيه كنساندوا المنتخب الوطني في السراء والضراء، وهنيئا للمنتخب الوطني وهنيئا مرة أخرى لوالد الركراكي. جماهير طنجة نحن أما سيدي فرحنا بهاد جوج البوان، كان داك الشيء في مستوى، ملاعبية كانوا في مستوى، وإن شاء الله القدام غيكون كثر من هذا إن شاء الله. وأش غنقول لكم، كنا كنتصوروا وما كنصوروهاش، كنا كنتصوروا كثر من 2-0 فهمتيني، ولكن فرحونا بهاد 2-0، كنا كنكسروا كثر 4-5 ولكن فرحونا بهاد 2-0 إن شاء الله. ديما مروكو إن شاء الله. فوز المنتخب الوطني صراحة كان أنا بالنسبة لي كان مفاجأة. علاش؟ لأن بعد مدة طويلة لم نرى مثل هذه المقابلة، فرجة والمتعة كل شيء كان حاضر في هذه المقابلة. بصراحة كنتمنى المدرب السيد الركراكي السيرورة في نفس المنهج، وحنا معاه حتى الآخر إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله يكون البطولة ديال كأس العالم القادمة تكون فالخير على المغرب إن شاء الله.